طبعا نشوف مقادير الباميه. ايه رايك يا استاذه بسنت؟ يلا شوف مقادير الباميه باللحمه الضاني، طاجن باميه باللحمه الضاني. باميه ويكه نسميها زي ما احنا باميه مقليه، بتتعمل كذا طريقه. طبعا الباميه بكل مشتقاتها احنا المصريين شطار جدا في عمايلها، وانا اتولدت من بطن امي لقيت الباميه دي بتتعمل بكذا طريقه عن نفسي ومتورثه لاجيال ثم اجيال. فالباميه موثقه من اكاديميه البحث العلمي والتكنولوجيا بموسوعه الاغذيه الشعبيه المصريه، وهي احدى مخرجات اكاديميه البحث العلمي والتكنولوجيا بالتعاون مع المركز القومي للبحوث. والمؤلفين الرئيسيين للموسوعه الغذائيه هما الدكتور مجدي السيد والدكتوره نهال سامح. طبعا عملوا بحث علمي كبير، والعلم لما يتكلم سمعوس. الباميه مصريه ثم مصريه، محدش يقدر يقول غير كده. طبعا انت طلعت لقيت الباميه طبعا يعني من الحاجات اللي احنا تعودنا عليها من واحنا صغيرين، ويكا بقى من الصعيد والحاجات دي كلها. بس انت بقى بتعملها ازاي يا شيف؟ يعني انا بصراحه اول مره اعرف ان هي ليها كذا طريقه. ده انا عملتها كمان مقليه، بيسموها على فكره كذا اسم، بيسموها اصابع الست. الله، والله بجد يعني ليها مسمى كده، عشان ولو خدت الاسم ده هتبقى مشهوره قوي على فكره. الباميه الطويله بالذات. وتتعمل مقليه، تتعمل ويكه، تتعمل طاجن، تتعمل سلطه، تتعمل مفركه، تتعمل زي البصاره، تنطحن وتتحط لها قوام، وتتعمل زي البصاره بالتقليه. كذا طريقه ممكن تتعمل الباميه على فكره. احنا شطار في عميلها المصريين جدا. انا عاملها لك النهارده طاجن بالباميه باللحمه الضاني. والتركايه بتاعت المغازي، بتاخد طشه بقى، بتاخد تومه مع كزبره ناشفه وعصره ليمون كده، وتنزل عليها وتاخد غلوه. الله، تاكلي صوابعك وراها يا استاذه بسنت. الله، انت بقى حطيت ايه دلوقتي؟ انا بحط هنا كمون وشويه بابريكا للحمه، بتبلها دي لحمه الباميه. لازم تستوي طبعا الاول. وبحط لها كمان شويه فلفل اسود، مش بحط الملح. ليه؟ خليها تستوي الاول شويه وبعدين نحط الملح. وبكسب وقت من البرنامج، ومعايا دايما بوكيه جرنيه على النار بيغلي. حله فيها شويه جزر على كرفس على بصل على ثوم على فصين حبهان. وبحط عليها كده الميه المغليه. ومعانا طاجن باميه باللحم الضاني، اكله مصريه ثم مصريه ثم مصريه. ومعانا شوربه لسان العصفور. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل مع ضيفتي وضيفه حضراتكم النهارده، مقدمه برنامج صباح الخير يا مصر الاعلاميه الاستاذه بسنت الحسيني. منوراني ست كويس. ميرسي يا شيف، يعني احلى بانيه من ايدك النهارده. شكرا. انا شم ريحه الباميه، ريحتها فظيعه. التومه اللي حطيتها نطقتها. لا، وشكلها كمان حلو قوي، ابتدى يطلع كده شكل ليها، فجعانه والله. واضح انك انت بتوصفي الاكله. جعانه. احنا هنسيبها تتسبك شويه وبعدين ننزل بالباميه بتاعتنا. اوكي. في طريقتين او ثلاث طرق للباميه، يعني في طريقه عمايلها طاجن. اخواننا ولاد الشام في لبنان وسوريا، البلاد الجميله، بيحمروا الباميه في الزيت تبقى زي اللوز كده وزي الفستق، تبقى مقرمشه، تنزل على التسبيكه بتاعتها. احنا بناكلها طريه. واحنا بناكلها طريه زي ما هي كده تنزل. او ان تتعمل ويكه. طبعا من اهل اسوان والاقصر، ناس طويله انا بحبهم اصلا، والصعيد الجميل. الويكه معروفه عندهم طبعا، اكله يعني. واللي على فكره الباميه من الحاجات اللي ممكن تتخزن مخزون في الصعيد، تتعمل في حبال كده كانت امي الله يرحمها تعملها. ناكل الباميه في كل اوقات السنه. تبقى عامله زي العقد كده، وتتحط في الشمس وبتاع، وتبقى لطيفه. اول ما تتحط في النار بتلاقيها طريقه وزي الفل. كانوا يعملوا الباميه الصغيره بالذات. ايوه. فالباميه لها تفاصيل كتيره، وانا بعملها مقليه كمان كريسبي، تبقى لطيفه وجميله بزيت السمسم كده والصويا، بتبقى لطيفه. فهنسقطها دلوقتي في الليل في الشوربه دي كده. اوكي. ونسيبها مع نفسها بقى تسبح. زي الفل. نقلبها تقليبه. شفت الباميه في قلب الحله؟ تتكلم مصري. خطيره. ضحكه ضحكه مصريه للباميه. شفت التفاصيل؟ ونسيبها تغلي بقى. في الاخر خالص بنحط معلقه سكر علشان الحموضه بتاعه الطماطم ما تاثرش على الناس اللي عندها مشاكل مع القولون وارتجاع المريء. بتفرق قوي معلقه السكر دي. طبعا مهمه جدا. بتفرق كمان في الطعم مش بس الحموضه. حلو قوي. هسيبها كده زي الفل. نرجع لسان العصفور، معلش، عشان احنا خدنا حمرنا لسان العصفور، خدنا الشوربه بتاعه اللحمه عملنا بيها لسان العصفور بتاعنا، ودي طبق شوربه على السفره بتحبه الاستاذه بسنت، من الحاجات الجميله اللي بتبدا بيها الفطار. الباميه ضحكه مصريه من قلب الحله ومن قلب الطاسه. شوف الباميه وهي بتبكبك. بص يا شفيق، شوف الخضار والجمال. الله، شوف الانسجام بتاع الالوان والحمر. هي دي الباميه، ايه الحلاوه دي؟ زي الفل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل مع الاستاذه الاعلاميه بسنت الحسيني، مقدمه برنامج صباح الخير يا مصر.
اهلا بيك يا شيف مره تانية، ومبسوطه قوي ان انا معاك النهارده. اشكرك يعني اتعلمت حاجه طيبه. بجد الباميه خطيره. لا انا هجربها وابعت لك بقى وتقول لي ايه رايك. ريحه الباميه ايه رايك فيها؟ لا خطيرة. بص 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 على الحلاوه، بص شوف شو الجمال ده، بصوا الجمال البكبكه إيه دي مش إيه طبيعيه. إيه لا الباميه لونها اخضر ليه؟ ما سالتنيش السؤال ده. يعني الباميه في الطبيعي لما بنحطها ممكن لونها يسود. ايه اللي حافظنا، ايه اللي خلانا نحافظ على لونها يبقى اخضر إيه بقى؟ حتى بعد الغليان إيه ان التتبيله والصوص بتاعها والطماطم فيها الملح. خضروات دايما، باميه، سبانخ، بسله، بروكلي، دايما لما نبدا نسلوه لازم يكون فيه الملح في الميه بتاعه السلق، كميه الميه ده بيخليه يحافظ على لونه. وده لازم وتكون بتغلي، ما تحطهاش وهي بارده. لو الميه غليت والخضار جواها فيها هيسود. دي الفكره اللي بسالها. دي معلومه بقى جديده. الباميه جاهزه. طب دول كده كفايه، حلوين قوي. كفايه زلابيه كده، وهحمر لك كمان. انا بعد ما نخلص ممكن نحمر الزلابيه دي كلها، نفطر زلابيه النهارده. شفت الزلابيه في قلب الطاسه؟ تتكلم مصر يا شفت، كلها قد بعضيها. هات مزوره وقيس اهو. دول كفايه. تغرف الباميه مع بعض. نحمر بانيه تاني ولا كفايه؟ لغايه لما وقتنا يخلص. يلا. والباميه جاهزه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. بص على الحلاوه، بص الباميه نازله بتتكلم مصري في قلب الحله. شوف الحلاوه، شوف الحلاوه. هو ده هو ده. وسهله وما خدتش وقت. اللهم صل على النبي. لا واللحمه الضاني تقدري تعمليها طاجن وتدخليها الفرن على فكره. زي الفل. شكلها فظيع. معانا شوربه لسان العصفور. طبعا عدل الباميه دي شويه رز ابيض، يا اما رز بالشعريه. دايما المدام لما بتعملها لي بتعملها مع رز بالشعريه. انا بعشقها على فكره. وادي لسان العصفور. البانيه خلاص. انت حاسس ان انا النهارده ضفت لك حاجه؟ لا في المطبخ بجد. بجد رقه. ايه ده؟ الرقه بتاعت المطبخ. لا بجد يعني. بص اقول لك على حاجه، بس انا يعني مش حاسه انا مع ست البيت. لما تخش المطبخ اي حاجه تعملها هي جميله. هو ده. مش حاسه ان انا ايه يعني بعمل فراخ بانيه، حاسه الموضوع ايه سهل يعني. شفت لسان العصفور نازل ازاي اهوت. الله. هو دي الشوربه. ممكن نحط شويه بقدونس، نحط، بس انا مش بحب بقدونس، انا احب الشوربه بتاعته كده، خاصه لما تكون لحمه ضاني. لسان العصفور يجنن.